الإخوان المتابعين جزاكم الله خيرا، ينصح بعدم مشاهدة بالنسبة اللي قل من 12 ولا 18 عام. مهم إنسان اللي بيت تفرج مع ولاده ولا كذا بلا ما يتفرج في هذا الفيديو، حيت فيه شي حوايج اللي أنا كان ما بغيتش الدراري يشوفوهم باش ما يقلدوهمش، تفهمنا؟ وشوفوا واعطيونا، بغينا التفاعل ديالكم على هاد دقيقة ونص هي اللي كاينة في هذا الفيديو، دقيقة ونص ديال الفيديو وحنا علقنا عليه وغادي نعلقوا عليه من بعد، والتفاعل ديالكم على هاد الشيء هذا اللي كيديروا هاد الشباب هذا، اش يبان لكم فيه؟ دابا هاد الشباب هادو الله يهديهم والله يصلح امورهم، هادشي اللي كيديروا تيتصحابهم دابا راه تيفتخروا به على صحابهم وصحاباتهم. اوليدي هادشي مشى عليه الحال، ودابا كاينه محاربه الجريمه، يعني هادشي اللي كدير راه خايب عليك انت. اما الدوله صافي حطات ليه الحدود ديالو وحطات ليه المساطير ديالو، اي واحد هز مسطره كما تيقولوا لها ولا سلاح ابيض تحطات ليه المدة اللي غيدوز، يعني عارفة يعني مادام انت هزيتي سلاح عرفتي راسك غتمشي للحبس. ضريتي راسك وضريتي والديك وأديتي هذاك السيد، اش بيناتكم الله أعلم. أنا غير تنحاول أنني نوصل لك واحد الرسالة ودبر راسك أخويا سوقك هذاك. دابا السؤال اللي كنطرحوه واللي كنبغيو المتابعين الكرام يتفاعلوا معاه هو كيفاش نقدوا هاد الشباب من الحوايج اللي خلاتهم انهم يمشيوا لهاد الطريق، وكيفاش الدولة تعاون معنا وتعاونوا حتى حنا معاها، حتى حنا نتعاونوا مع الدولة بداك الشيء اللي عطانا الله في دماغنا باش اننا نحاولوا هاد الشباب ماشي ندخلوهم للحبس كي قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، لا نعطيوهم برامج ومراكز اللي تعاود تهيكلهم لا نفسيا ولا اجتماعيا ولا تربويا ولا حتى لونتوغاج ديالهم يحسوا بانهم ناس في المجتمع ماشي مهمشه. وتحيه للمتابعين.